Réussir mon bac, un pas vers l'avenir. Pour m'arriver à commencer l'école, je vais réussir mon bac. Déjà, j'habite dans la 7e année, l'année de Sahih Tabiaïa, chapitre l'Oul. On aime chauffer une partie finie dans le chapitre l'Oul, qui est Khasiyat Kouwat l'année de Sahih Tabiaïa. On y a fait exemple, on a fait un exemple, on a fait 5 fois 5, on a fait 25. Ama hiya 5 fois 5, tu dis que tu fais la chicha 5 قوة واحد اثنين يعني تكتب خمسة قوة اثنين على خاطر عندنا اثنين مرات خمسة، ومن بعد نجم نقولوا 25 معناها من هنا. فالصاعد أنا معش نقولوا خمسة في الخمسة، نقولوا توا خمسة قوة اثنين، يعني خمسة قوة اثنين على خاطر العدد يتعاود نفسه أو مرتين، هذيك علاش خمسة تاخذ هنا واثنين على خاطر يتعاود مرتين نفسه. كي جيت مثلا عندنا خمسة في خمسة في خمسة، أنا نقولوا هي خمسة قوة كما تشوفوا واحد اثنين ثلاثة، دونك خمسة قوة ثلاثة اللي هي خمسة قوة اثنين في الخمسة معناها هذه كمان هذه 25 في الخمسة اللي هي تجيك 125. وطبعا أي عدد يتكتب في فورم تاع قوة، يعني كي تشوفوا مثلا خمسة يتكتب زادا في فورم تاع قوة، فهي خمسة قوة كما تشوفوا عندنا خمسة واحدة، دونك نكتبو خمسة قوة واحد. أما هنا ما عادش نقول نكتبو خمسة قوة واحد على خاطر واحد معناها تعاود مرة بركة، دونك نكتبو ديريكت خمسة. حاجة أخرى اللي هي خمسة قوة صفر يساوي واحد، يعني أي عدد قوة صفر يساوي واحد، هذه هي القاعدة. وعندنا زادا أي عدد قوة واحد يساوي نفس العدد هذاك هو، معناها أ قوة واحد يساوي أ، خمسة قوة واحد يساوي خمسة. تعديل توا نشوف أمثلة أخرى بتاع العشرة، كما قلنا 10 قوة واحد دونك يقعد نفسه اللي هو 10، 10 قوة اثنين هو هنا يساوي 10 في 10 يساوي 100. دونك طبعا 10 قوة ثلاثة اللي هي تساوي 10 في 10 في 10، ولا هي كما تشوفوا يساوي 1000. نستحق زاد قوة في ال في الكتلة، يعني في الكيلوغرام والغرام، باش ناخدو مثال مع بعضنا اللي هو مثلا هنا عندنا غرام، هنا عندنا ديك غرام هكتو غرام، بعد عندنا كيلوغرام. هوني ناخدو مثلا عندنا 3.5، 3.5، وهنا عندنا 1 كيلوغرام. ونحب نشوف قش عنا منو من غرام، هنا واضحة كما كنا نعملو دونك 0.0.0، ونجم نقولو اللي 1 كيلوغرام يساوي كما تشوفوا 1000 غرام. دونك وكما تشوفوا الألف هي دي 1000، دونك 10 قوة 3، دونك نجم نكتبها في فورمة 10 قوة 3 غرام. بالنسبة لهذه اللي هي تولي عندك 0.0.3500، واللي دونك 3.5 كيلوغرام يساوي 3500 غرام. وني ما نجمش نكتب ديريكت في فورمة قوة، يعني لازم نفك العدد معناها نبدو، ولا هي 3500 تكتب 35 في 100 غرام، وهنا 3.5 كيلوغرام، والمية كما شفنا هنا تكتب 10 قوة 2، دونك هنا 35 تقعد نورمال، وعشرة معناها في 10 قوة 2 غرام. نتعدل الخاصيات تاع القوة، هنا عندي 3 قواعد باش نشوفوهم توا من الأول، ونبداو بالقاعدة الأولى. تقول لنا هي أ قوة إن في أ قوة إم يساوي أ قوة إن مع إم. نشوفو هي أكثر اللي هي الإكزامبل هذا، دونك قولو 5 قوة 2 في 5 قوة 3، يعني هنا الام نتاعنا هي 3 والان نتاعنا هي 2 والا هي نتاعنا 5، يعني هنا في الحالة الأولى اللي هي يساوي كما شفنا 5 قوة 2 هي تكتب 5 في 5،
وخمسة قوة ثلاثة تتب خمسة في خمسة في خمسة. وقلنا عنا خمسة في خمسة في خمسة في خمسة في خمسة نجمع بها خمسة هو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هذاك علاش هي الفكرة جات من خمسة قوة اثنين مع ثلاثة. هذه هو القاعدة الثانية وهي تقول لنا A في قوة N في B قوة N يساوي A في B قوة N. يعني هذه الحالة هذه نشوفه نقول هنا ستة قوة ثلاثة في اثنين قوة ثلاثة. يعني هوي نجم نقول زيادة اللي مثل ستة قوة ثلاثة ستة في ستة دي ستة واثنين قوة ثلاثة تتب اثنين في اثنين في اثنين. وكل مرة توا باش ناخذو اللي اثنين وستة مع بعضهم اثنين وستة مع بعضهم اثنين وستة مع بعضهم. يعني هوني باش نقولو ستة في اثنين في ستة في اثنين في ستة في اثنين. وكيما نشوفو العدد هذا ستة في اثنين يتعاود ثلاثة مرات. يعني هذاك علاش نقولو توا ستة في اثنين قوة ثلاثة تعود واحد اثنين ثلاثة. وكنت تحب زادا أكثر نقولو ستة في اثنين هي اثناش يعني اثناش قوة ثلاثة. بعدين طبعا آخر قاعدة تقول لنا A قوة N قوة M يساوي A N في M. وهنا بالنسبة نقاو ناخذو اللون هذا مثلا خمسة قوة اثنين قوة ثلاثة. هوني نشوفو اللي خمسة قوة اثنين تعاود ثلاثة مرات. دونك هنا نكتبو خمسة قوة اثنين في خمسة قوة اثنين في خمسة قوة اثنين. ومن بعد نعرفو كل خمسة كل مرة خمسة قوة اثنين تعاود مرتين. يعني هوني هذي خمسة قوة اثنين خمسة في خمسة كيف كيف بالنسبة لهذي. يعني في خمسة في خمسة وجينا هذي كيف كيف خمسة في خمسة. دونك كيف نحسب كل شيء نلقاو هي تكتب خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهي في الحقيقة خمسة اثنين في ثلاثة. ما قبل ما نكمل درسنا نتاع اليوم حبيت نوضح حاجتين اللي هي مثلا عنا ثلاثة قوة اثنين قلنا اللي هي ثلاثة في ثلاثة اللي هي تساوي تسعة. أربعة قوة اثنين اللي هي أربعة في أربعة اللي هي يساوي ستاش. خمسة قوة اثنين شفنا اللي هي خمسة وعشرين. ستة قوة اثنين يساوي ستة وثلاثين. من بعده هنا كي نجيو نعملو توا جذر تربيع متاع تسعة وإلا متاع ستاش وإلا متاع خمسة وعشرين وإلا متاع ستة وثلاثين باش نلقاو في كل حالة هو العدد هذا. يعني نقولنا تسعة تكتب ثلاثة قوة اثنين وفي الآخر باش يساوي ثلاثة. دونك كيف كيف هوني ستاش تكتب أربعة قوة اثنين دونك باش يساوي أربعة هنا يساوي خمسة وهنا يساوي ستة. يعني في أي حالة نقولو كي بدانا عدد أ التربيع تاع أ قوة اثنين هو يساوي عدد نفسه هو أ.